السلام عليكم متابعي أمين الشا، وكما شفتوا انا بحالي بحال خوتي خواتاتي اللي قدموا فيديوهات ديالهم ديال الطريقه اللي يحضروا بها سلو ديالهم. بغيتو تعرفوا الطريقه باش حضرت هاد سلو، تابع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله يلقى الاستحسان ديالكم وفرجه ممتعه. هنا اول حاجه غادي نهضروا عليها في هاد سلو او الصفوف عندي هي الزنجلان. الزنجلان ديالي شديته من بعد ما غسلته وشمشته ونقيته. المهم اللي كتغسلوه هو اون فوا كتغسلوه كيبقى داك الحجر لتحت. الناس اللي كيعرفوا يغسلوا سلو راه عارفين بان الحجر كيبقى لتحت. كتبقى مساله ديال دوك الزنجلانات كحلين، ولا كانوا شي عواد ولا كانت شي حاجه اخرى كينقيها من بعد. من بعد قلنا ما كينشقينا هاد الزنجلان وكننقيوه كنحمروه. انا هنا ما حمرتوش في الفران وانما حمرته في المقله، كنشعل عليه على نار هاديه وكنبقى نحرك شويه بشويه 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 حتى كنكمل الزنجلان ديالي. عندي هنا الكميه اللي عندي هنا هي كيلو ونص، كيلو ونص ديال الزنجلان. المهم غادي نحيد هاد الزنجلان. عندي ثاني حاجه غنهضر عليها هنا عندي هي اللوز. بالنسبه لهاد اللوز هذا راه محمر حتى هويا، حيدت منه دوك العويدات اللي تيكون هذوك القشره ديال اللوز اللي كتكون راه شحال من واحد كيدوزها ملي كيكون سلو كياكل فيه كتضرو في دراسو ولا كتهرس ليه كاع دراسو. ما عليناش، هاد اللوز انا حتى هو كميه ديال كيلو ونص اللي عندي هنايا شديت هذا صيفطو تقلا ليا عند مول الزريعه قليتو عند مول الزريعه، ما قليتوش في الفران عندي وانما قليتو عند مول الزريعه باش هو كيعرف تبارك الله وكيجي ما شاء الله. هنا عندي كميه ديال كيلو ونص ما درتهاش كلها، هنا ما قاليهش كيلو ونص وانما تقريبا غتكون هذيك كيلو اللي قال لي هنا ما عبرتوش وانما درت اي ميزاني صيفطو عند مول الزريعه قالها ليا. ثالث حاجه هنا غادي نهضر عليها وهي اللوز نيت، وانما هنا هاد الكميه هادي هاد الكميه ديال اللوز تقريبا واحد نص كيلو ديال اللوز هادي شديتها خويت عليها شويه ديال الماء طايب ودرتها شويه فوق البوطه اي واحد شويه باش تسهلت ليا باش نزول ليها هذيك القشره ديالها. من بعد ما حيدت لها كلها القشره ديالها درتها هانتوما شو كيفاش مقلي على مزيناتو، كنديرها هانتوما شو مقلي مزيان. كندير ملي كنحيد ليه القشره نتاعو درت الزيت سخن مزيان ومن بعد نقص ليه حطيتو في المقله حتى تحمر ليا خدا ليا هذا اللوين هذا. المهم هنا نص كيلو، يعني قلت لكم عندي كيلو ونص ديال الزنجلان، كيلو ونص ديال اللوز، كيلو درتو المقلي ونص كيلو حيدت ليه القشره ديالو وقليتو في الزيت. هنا عندي هذا البانيو اللي غادي نحط فيه هذا البانيو. هنا كاين طحين، هنا كاين طحين، هذا طحين او الدقيق ديالي شديتو ديتو الفران حمرو ليا. هنا دايره 3 كيلو، 3 كيلو ديال الطحين. عندي كيلو ونص ديال الزنجلان، كيلو ونص ديال اللوز و3 كيلو ديال الطحين. ما كنديرش كاوكاو، كنكتفي غير باللوز والزنجلان. كاوكاو انا ما كنديروش، هاد السلو اللي كندير انا و تيعجبني ولفتو كندير فيه هاد المكونات. هنا عندي جوج معالق كبار ديال النافع، هاد النافع حتى هو نقيتو زيد حيت منو الزوائد داكشي اللي ما غاديش ما عندهم اهميه. طحنتهم غربلتو في الغربال الرقيق حتى جاني هكا على شكل بودر، بودره هادي ديال النافع. هنا عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي نفس الشكل، نقيتها طحنتها مزيان وغربلتها حتى هي البودر ديال حبه حلاوه.
هنا عندي جوج معالق كبار ديال القرفة. هنا عندي حاطه انا واحد الكيلو، ونيك ساعه غادي نشوف عيني ميزاني. ها هو نص كيلو الاول وها نص كيلو الثاني، يعني ميزاني في الحلاوه اللي غادي ندير ديال هاد السلو. عندي المسكه الحره، ها هي حطاها المسكه الحره ديالي. عندي زويته بلديه، ما غاديش ندير الزبده، كندير فيه غير الزيت البلديه بوحديتها، حيت الزبده ملي واخا كديريها طيبيها مزيان مزيان مزيان، الا بقى واحد المده راه كتولي هذيك الزبده عاطيه واحد النسمه بحال قد الزبده بلديه، بحال السمن، كتولي كما تنقولوا بحال الزبده غاويه. هادشي هما المكونات. ما كنديرش القوله، ما كنديرش هذا شيقولوا لا زريعه الكتان ولا شي حاجه، المهم لا كاوكاو ولا زريعه الكتان، لا كوزه ما كنديرهاش. كنكتفي بهاد العناصر اللي قلت لكم، جوج معالق كبار ديال نافع بودره، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه هي بودر ديالها من بعد ما غربلتها. هنا جوج معالق كبار ديال القرفه، سكر ثقيل او سكر كلاصي. عندي الطحين 3 كيلو كما قلت لكم، عندي الزنجلان كيلو ونص، عندي اللوز كيلو ونص، وعندي الزيت البلديه. هذاك الشيء اللي غادي الكميه اللي غادي نستعملو راه غادي نقولها لكم. اول حاجه غادي نبداو بها، غنسد الزنجلان ديالي، غادي نجبد الماكينه فاش غادي نطحنو، ما وجدتهاش من قبل الماكينه ديالي فاش غادي نطحنو. تابعوا هاد الماس ديال هاد الماس كنت يكون شويه قاصحين واعرين زعما ماضيين. هنا كنديروا هاد الموس ديال فهاد الماكينه فاش كنطحنوا، كنشد واحد الكميه. هنا راه باقي الزنجلان ديالي باقي يلا حمرتو، كندير واحد الكميه بحال هكا، نبدا نطحن. هذيك الطحنه الاولى والثانيه كنحاول نطحن مزيان هاد الزنجلان تاعي، نخليه بحال شكل. المهم كنطحنو مزيان حتى كيبدا يطلق ليا داك الزيت اللي فيه الزنجلان. بالنسبه للطحنه الاولى والكميه الاولى والكميه الثانيه كنحاول نطحنو مزيان حتى كيخرج ليا داك الزيت اللي فيه، وكنخلي واحد الكميه ما كنطحنهاش نهرمشها ولا غير نخليها ما نطحنهاش، باش كيبقى هذاك السلو ملي كتبقاو تاكلوه كتجيكم فيه هذيك بحال كيما تنقولوا كروسيون ولا شي حاجه بحال هكا كتقرمش لك في الفم. المهم غادي نبدا نطحن، غادي ندير في الاول غير دقه جوج دقات في هاد الاله، ومن بعد غنطحنو مزيان حتى كيخرج ليا هذاك الزيت اللي فيه. غادي نبدا انا، ومهم غادي نقطع لكم الفيديو باش ما نبرزتكمش وما يجيش الفيديو طويل. يلا على بركه الله، نتلاقاو. هانتوما شفتوا هنا هذه الكميه من بعد ما طحنتها، هانتوما كتطلق داك الزيت ديالها لدرجه انك كاع اللي جمعتيها في يدك راه كتجمع لك بداك الزيت. شتي غادي اللي طحنتو غادي نصبو فوق هذاك الدقيق. انا الدقيق ديالي راه ديجا غربلتو حتى هو اللي كنت وريتكم، راني مغربلاه 3 كيلو مغربلاها، اللي طحنتو مباشره كنخويه فوق هذاك الدقيق. المهم غنكمل الطحين ديالي ديال الزنجلان باش ندوز نوريكم هذا اللوز حتى هو كيفاش كندير. شتو الزنجلان كيف قلت لكم كيجي، انا نصبو هنا فوق الطحين ديالي، غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هاد الزنجله اللي عندي ونطلق. هانتوما شفتوا هنا من بعد ما كملت ديك الكميه كامله اللي عندي ديال الزنجلان الاول راه جمع الجن، ها هو كي تشوفوه الاخر غير هرمشتو شي شويه ومخليت شويه ديال الزنجلان باين حتى هو صبيتو فوق هاد الدقيق. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نتصاوب اللوز ديالي. هنا بالنسبه للوز هو نفس المساله، حتى هو غادي نطحنو في هاد الطحانه
هذا اللي تيكون محمر عند الزريعه تيكون زوين، كيو كيطلق واحد المذاق هائل في السلو ديالنا. غادي نطحنو حتى هو مزيان، غنطحنو ماشي غادي نحن فيه، غنطحنو نيت حتى هو باش يطلق داك الزيت اللي فيه، نضيفو باش ندوز اللوز الاخر اللي مقلي. هنا من بعد ما طحنت داك اللوز ديالي، ها هو اللي قلت لكم، ها هو طحنتو نيت مزيان، ماشي زعما حنيت فيه، طحنتو حتى هو كيخرج داك الزيت ديالو. نحطو على جنب. دابا غنشدو هاد اللوز هذا اللي قليت، غادي حتى هو نطحنو، ولكن ماشي غادي نطحنو بزاف، غادي غير نضرب واحد جوج ضربات هكا، ان دو تخوا بحال هكا، ونحبس باش يجي باين في السلو ديالي، مع اني راه غادي نخلي في الاخر واحد شي شويه، واحد الكميه قليله ما داك نص كيلو، نحاول نحيد واحد شويه فيه باش نزين به هذاك السلو ديالنا. بحال هكا كنضرب وحده جوج ثلاثه اي بحال هكا صافي، ونصبو على داك فداك البانيو. نكمل تنكمل الكميه كامله اللي بقات عندي ديال هاد اللوز اللي مقلي في الزيت، وديك الساعه نتلاقاو باش نكملو الفيديو ديالنا. هنا من بعد ما كملت داك اللوز ديالي كامل، هو هذا اللي قلت لكم كنخليه باين، هذاك الزنجلان، هذاك اللوز الاخر، الطحين ديالي، دابا كنبدا نحربل فيه بحال هكا، ما عرفتش واش غادي يبان لكم مزيان ولا. المهم قبل ما نخلط المكونات كامله نبدا نخدمهم بيديا هكا، ما حدهم باقي ناشفين، غادي نضيف هذيك المعلقه كبيره ديال حبه حلاوه مطحون، جوج معالق كبار ديال النافع حتى هو مطحون، ريحه النافع ما شاء الله طالعه علم زوينتها، هاد النافع زوين. عندي هنا جوج معالق كبار ديال القرفه حتى هما كنضيفهم، المسكه الحره ديالي حتى هي غادي ندقها، غنحاول ندققها مع شويه ديال السكر حبيبات مع اول سنده، نقطعها ونغربلها. من بعد ما دقيت هذيك المسكه الحره ديالي تنديرها في هاد الصفايه هادي، ها هي نغربلها. صافي داكشي اللي تغربل ليا صافي. دابا غادي نبدا نخلط هاد المكونات، غنخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا كاملين، عاد ديك الساعه غندوز باش ندير ليهم الحلاوه ديالهم. غادي نستعمل انا هنا غير سكر ثقيل، وندير الزيت البلديه. هنا من بعد ما خلطت المكونات ديالي كامله، صافي غندوز للمرحله ما قبل الاخيره، ونصب هذاك نص كيلو الاول ديال السكر الثقيل، غادي ندير النص الاول ونغربلو حتى هو مزيان. كنغربلو ونكمل معكم الفيديو. هنا من بعد ما خلطت هذاك غربلت يا ربي هذيك نص كيلو، حتى هي كنحاول ندخلها مع هذا الخليط هذا. مهم واحد الحاجه لا كتديري شي حاجه في يديكم بحال انا كديرها، ما كان حيدتها، غطيت شعري، درت عليه الفولار، لا ربما راح يستبه ما تخلط. وهذه هي المرحله الصعيبه اللي كتكون في السلو، هي اللي كتبدلي فيها المجهود كبير، يعني باش تدخلي هذاك الزيت، ولا الناس اللي كيديروا الزبده يدخلوها في هاد المواد الجافه، راك كتحتاج شويه ديال الصبر وشويه ديال القوه. داكشي علاش نغطيو شعرنا لا تلحينا شي زعفه ولا شي حاجه، ونحيدو لا عندنا شي مكانه ولا شي خاتم في يدينا نحيدوه. انا هنا خلطت المكونات ديالي كامله، ها هي كما كتشوفوا كتبان لكم هنا راهي كلها مخلطه، ما كاينه لا حتى شي كره هنايا،
شوف كلشي شي داخل في شي، مكونات كلها منسجمه. كيبقاو لك هذوك اللويزات هما اللي كيبان لك هنايا، هادو راه غير اللويزات وداك الشيء. دابا غادي نبدا نضيف الزيت ديالي، غنبدا نضيف الزيت بشويه بشويه، وانا كنجمع كنضيف وكنجمع حتى نسالي نقول لكم، وحيت غادي نهبط البانيو ديالي لتحت باش نقدر عليه نخدمه مزيان. انا غنهبطو لتحت وغادي نخدم معاه الزيت البلديه، وفي الاخر غنقول لكم شحال ديال الزيت درت. انا غادي نبدا نصب فيها من دابا، ومن بعد غادي نهبطو لتحت باش نكمل مكونات كامله. كنصب نيت في الاول واحد الكميه بحال هكا، جبت شي ايطرو كنخدمو مزيان، الا خصني ديك الساعه كنزيد. مهم من بعد ما نخدم هاد المكونات كاملين مزيان نتلاقى معكم. من بعد ما خلطت السلطه ديالي وخدمته مزيان كما شفتوا، راه كيحتاج شويه ديال استظهار العضلات. دريسيتو في هذيك المول ديال الكيك اللي كتجي دايره، وصاوبت هذوك الشكيلات ديال السيليكون، درتهم ثم سلو زوقتهم بشويه ديال داك اللوز اللي قلت لكم خليت، وشويه ديال الورد. كان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا اللي غادي ان شاء الله باذن الله ناكلوه في هذا رمضان ديال هذا العام الا بقينا في الحياه كما العاده. ما تبخلوش عنا باللايكات ديالكم اعزائي المشاهدين، ولا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لنا شي كومونتير يكون زوين، ونتلاقاو في فيديو اخر. رمضان مبارك سعيد، صحه وسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو يا ربي الحبيب، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين لا مفقودين، فرجه ممتعه، نتلاقاو ان شاء الله.